أصدقائي وحبايبي في كل مكان، ربنا يكتب لكم السلامة. والسلامة من أهم الأمور اللي الناس بتدور عليها دلوقتي. أهم معايير السلامة في الأزمة الحالية هو إنك لازم تقعد في البيت. فاكرين البرنامج زمان بتاع خليك بالبيت؟ إحنا محتاجين دلوقتي إننا نكون في البيت. أنا بكلمكم من كندا، حتى مراكز الشرطة قفلت الفرونت ديسكس بتاعتها، يعني ما بتستقبلش الجمهور. مراكز التسوق لما بتروح ما بياخدش منك كارت ولا يلمسه ولا اي شيء، يعمله سكان من بعيد ومش عايز يلمس اي حاجة. وطبعا على قدر الامكان خليك بالبيت. تمنياتي للكل بالسلامة، وانا خالد سلامة، تحياتي.